تفاصيل الحالة الصحية لمصطفى كامل وأسرته بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حيث كشف الفنان مصطفى كامل تفاصيل عن الحالة الصحية له ولأفراد أسرته، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقال مصطفى كامل إنه متواجد هو وأسرته في مستشفى العجوزة منذ 4 أيام بعد إصابتهم بفيروس كورونا وتدهور حالتهم الصحية، وأضاف أن ابنه وابن الشقيقة زوجته خرج من المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية، وسوف يستأنفان العلاج خارج المستشفى، فيما يستمر هو وابنته ووالدته وزوجته داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل التحاليل والإشعة. لافتا إلى أن حالة أسرته تشهد استقرارا ملحوظا إلى حد ما، إلا أنه تعرض مساء أمس لمضاعفات صعبة وارتفاع شديد في درجة حرارته وتكسير بالجسم، فيما تعرضت ابنته أمس أيضا لآلام شديدة بالمعدة. واستكمل مصطفى كامل حديثه أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد خروجه هو وباقي أسرته من المستشفى، طالبا من جمهور الدعاء لهم حتى يتم شفائهم. طلب الإعلامي عمرو أديب جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفنان مصطفى كامل هو وأسرته، متمنيا لهم الشفاء العاجل.